فيلمنا بيبدأ بتاجر ممنوعات اسمه تشينج إي، وهو بيسلم البضاعة لواحد من رجالته اسمه بن علشان يوزعها على التجار. فالحارس بن بياخد البضاعة وبيروح يوزعها على الحراس اللي شغالين معاه، وبيكون من ضمنهم حارس اسمه لين كاي، بيديله العنوان اللي هيستلموا فيه البضاعة. وبعد كده كل واحد منهم بياخد البضاعة وبيمشي في طريقه، وبن بيبلغ تشينج إي ان هو وزع البضاعة على الحراس ومشيوا. فتشينج إي بيكلم حد في التليفون وبيبلغه ان الحراس كلهم مشوا بالبضاعة، لكن بن بيكون ضحك عليه وخلى لين كاي يمشي بالبضاعة بتاعته وراه بدل ما هو ياخدها في عربيته. فهما ماشيين في الطريق بيشاور للين كاي يمشي من طريق فرعي، فلين كاي بيمشي فيه، لكن بيكون في كمين في طريق وبيفتشوا العربية اللي فيها لين كاي وبيلاقوا فيها مخدرات. فلين كاي بيهجم على افراد الشرطة وبيضرب فيهم وبيركب العربية وبيفضل يلف بيها، والشرطة بتضرب عليهم نار فبيجري منهم والشرطة بتطاردهم، وبيكونوا على طريق جبلي وبيفضلوا يطاردوا لين كاي وبيقعوا بالعربية من فوق الجبل، والشرطة بتنزل تدور عليه ومش بتلاقيه لانه بيكون هرب من العربية. بعد كده بنروح لتشينج إيه وبيكون معاه ضابط اسمه وانج، وبيكون هو ده اللي بيحمي تشينج وبيعرفه بمكان الشرطه، وبيزعق له علشان تشينج إيه غير الخطه من غير ما يعرفه وقال له ان في ضباط كتير قوي ماتت. فتشينج بيديله فلوس علشان يسكت وما يقبضش عليه. بعدها تشينج بيروح يضرب في بن علشان هو اللي غير الخطه من غير ما يعرفه. بعد كده تشينج إيه بيرجع للبيت وبيلاقي مراته مربوطه، وبيكون لين كاي هو اللي ماسكها. فتشينج إيه قال له انا ماليش علاقه باللي حصل وان بن هو اللي عمل كل ده وغير الخطه. فلين كاي بيسلمه الشنطه اللي فيها ممنوعات، وبعد كده لين كاي بيروح يقابل ضابط اسمه جيا، وبنعرف ان لين كاي ده ضابط شرطه اصلا واسمه الحقيقي ليو جين. وجيا متفق معاه ان هو يساعده في القبض على تجار الممنوعات، وقال لي جيا ان تشينج إي كان بيختبرني وبيتاكد اننا تبع الشرطه ولا لا، ولما حصل المطارده ومات كذا حد من افراد الشرطه اتاكد اننا مش ضباط. وبعد كده الشرطه بتطارد بن، وفي الوقت ده تشينج بيقرر ان لين كاي يكون هو المساعد بتاعه، وبعد ما وثق فيه بياخده يوريه كل التجار اللي هو بيورد لهم الممنوعات، وبيوديه كل الاماكن اللي هو بيتعامل معاها. وتشينج بيسلم بن للشرطه وبيخلي الضابط وانج يطارده وبيضربه بالنار وبيقتله. وبنشوف بعدها لين كاي بيسلم جيا اسماء كل الناس اللي تشينج بيتعامل معاهم، وبيكون فاضل لهم التاجر اللي تشينج بيتعامل معاه. بعد كده لين كاي بيفتكر اللي حصل لوالدته لما كانت مدمنه وهو صغير وماتت من كتر الممنوعات اللي كانت بتاخدها، فبيصحى من النوم مفزوع وبيلاقي تشينج إي بيخبط عليه وبياخده وبيمشي وبيوصله مخزن فيه ورق، وبيخليه يفتح شنطه العربيه وبيكون حاطط فيها فلوس كتير قوي. فعرف ان تشينج إي هيعمل صفقة جديدة وهيشتري ممنوعات، وبيخليهم ينزلوا الفلوس دي وبيحطوها في قلب الورق وبيدخلوها مكبسة، والفلوس بتكون بين الورق المكبوس وبيحملوها على العربية. وتشينج إي بيجيله تليفون من التاجر اللي بيتعامل معاه وبيديله الزمان والمكان اللي هيسلموا فيه الفلوس. بعد كده بياخد لين كاي وبيمشي ومعاهم العربيات اللي فيها الفلوس، وبيوصلوا للمينا والتاجر بيوصل معاهم. وفي الوقت ده الشرطة بتكون مراقبة المكان ومنتظرين إن الفلوس والبضاعة تظهر. وتشينج إي بيقابل واحد اسمه ليو وبيكون جاي يسلمه البضاعة. فليو بيفضل باصص للين كاي وبيكون شاكك فيه، لكن تشينج بيطمنه. وليو بيسأل تشينج عن الراجل اللي الزعيم بتاعه أمره يدور عليه، فتشينج قال له ان هو لسه بيدور عليه واول لما يوصل له هيسلمه للزعيم العصابه. بعدها بيفكوا كتل الورق وبينزلوا منها الفلوس. فليو بيخلي حراسه تقطع الخشب اللي معاه وبيخرجوا منه البضاعه اللي فيه. وفي الوقت ده الشرطه بتهجم عليهم، فليو بيركب العربيه علشان يهرب وبيأمر حارس يقتل تشينج، لكن لين كاي هجم على الحارس وضربه وليو ركب العربيه علشان يهرب. وبعدها تشينج بيركب عربيته وبيجري بيها وراه، وبنلاحظ الشرطه بتطاردهم هما الاثنين وبيحاصروا ليو. وبنشوف تشينج وهو بينزل يجري على رجله، ولين كاي بيستخبى تحت عربيه الشرطه علشان ما يقبضوش عليه، وبيشوف ليو فبيحاول يهرب فبيجري يركب عربيه والشرطه بتضرب عليه نار، لكن بيركب العربيه وبيجري منهم والشرطه بتطارد ليو فبيضرب عليهم نار وبيرمي عليهم قنابل بيفجرهم، بس واحد من الحراس بيضربوه بالنار في رجله فليو بيرمي عليه قنبله وبيفجره. ولين كاي بيوصل له وبيركبوا العربيه معاه وبيجري بيها، والشرطه بتفضل تطاردهم. ولين كاي بيحاول يهرب منهم وبيدخل بيها مخزن وبيخرج من الناحية التانية وبيضربوا عليه نار، لكن بيعرف يهرب منهم. فليو بيحط المسدس على دماغ لين كاي فبيقول له بعدها انا انقذتك وانت عايز تقتلني، فبيخليه سايق العربية لحد لما بيوصل عند النهر وبيخلي لين كاي يفضل عايم بيه في النهر لحد ما بيعدوا الناحية التانية. وليو بيكون مصاب ومش قادر يتحرك، فبيجي مجموعة مسلحين بياخدوهم وبيبقوا تبع العصابة اللي ليو شغال معاهم، وبنعرف ان لين كاي ساعد ليو علشان يوصل للعصابة اللي بتورد ممنوعات ويقبض عليها. وفي بنت اسمها شاي بتكون بتكلم زعيمة العصابة وبتقول له ان هي وصلت لليو ومعاه واحد من رجالة تشينج، والبنت دي بتبقى بنت زعيم العصابة. بعد كده شاي بتاخدهم للمقر بتاعهم، ودابل بيل زعيم العصابة بيسأل لين كاي مين اللي خد البضاعة بتاعتي وبلغ الشرطة. فلين بيقول له انا معرفش مين اللي بلغ الشرطة، فبيؤمر بقتل لين كاي، لكن لين كاي قال له انا عارف كل الاماكن اللي تشينج بيروحها ولو قتلتني مش هتعرف توصل لها. فدابل بيل بيؤمر شاي وليو ان هم يتصرفوا ويوصلوا
وصلوا لتشينج. بعد كده الشرطه بتحرق الممنوعات اللي مسكتها، وجيا بيكون قاعد في المؤتمر متضايق جدا وقلقان على لين كاي، وبيكون شاكك في الضابط وانج ازاي عرف يوصل لمكان كاي معاهم وبيوديهم لمكان تبع تشينج للتسليم. بعد كده ليو وشاي بياخدوا لين وبيروحوا لواحد اسمه باي، ولين بيتعصب عليه وبيكتب في ورقه كده من غير ما حد ياخد باله وبيحطها في جيب باي وبيفضل يضرب فيه. بعدها لين خد تليفون باي ورن على جيا منه، فجيا بيتحرك بسرعه علشان يوصل للمكان اللي بيرن منه لين كاي. فليو وشاي بينزلوا من العربيه وبياخدوه وبيمشوا وبيقول لهم ان هو وصل لمكان تشينج. بعدها بيوصلوا لتشينج وبيخبطوه بالعربيه بتاعتهم وبياخدوه وبيمشي. فتشينج بيقول لليو ان الشرطه كانت هتقبض عليه لو ما كانش عمل كده، وان الضابط وانج اللي هو تبعه هيقبض عليه لو ما كانش سلمه الممنوعات. بعد كده بياخدوا تشينج والحارس اللي ساعده في الهروب وبيعلقوهم، وبيعرف منهم ان الممنوعات مع لين كاي، فبيقتلوا تشينج وبيأمروا الحراس تقتل لين كاي هو كمان. فلين كاي بيمسك الحارس يخلص عليه وبيضرب عليهم نار وبيستخبى ورا العمود، وليو وشاي بيضربوا عليه نار وبيحاصروه. فلين كاي بيخدعهم وبيفجر فيهم انبوبه اكسجين وبيضرب ليو بالنار في كتفه، وبيمسك شاي وبياخد منها المسدس وبياخد منهم التليفون وبيكلم دابل بيل وبيتفق معاه ان هم يتفاوضوا مع بعض. بعد كده جيا بيوصل باي وبياخد منه التليفون اللي لين كاي كلمه منه، وبيلاقي الورق اللي في جيبه وبيطلب منهم يستعدوا علشان يخليهم يقبضوا على دابل بيل. بعد كده لين كاي بياخد ليو وشاي وبيروح يقابل دابل بيل، ودابل بيل بيستغرب ان لين كاي لسه موجود رغم ان معاه البضاعه والفلوس وكان ممكن يهرب بيهم. فلين بيقول ان دي كميه صغيره، انا محتاج اشتغل معاك، وقال له انا هساعدك في بيع الممنوعات في المدن وهسهل لك التراخيص والجمارك وكل حاجه متعلقه بنقل البضاعه وهخلي ارباحك تزيد الضعف، وبيدي المسدس بتاعه لدابل بيل علشان يثق فيه. لكن دابل بيل لما بياخد المسدس بيخلص على ليو وبيضرب لين كاي وبيغمى عليه. وبننتقل بالاحداث لجيا وهو رايح يقبض على الضابط بعد ما وصل له الدليل ان هو اللي كان بيساعد تشينج. وبنرجع تاني لدابل بيل وهو بيعذب في لين كاي علشان يتاكد ان هو مش تبع الشرطه، وبيكون شاكك فيه وبيفضل يعذبه علشان يعترف ان هو تبع الشرطه، لكن لين كاي متحمل التعذيب والوجع. بعدها بيحقنوا لين كاي بمخدر شديد علشان يتاكدوا ان مش تبع الشرطه ويعترف على كل حاجه وهو غايب عن الوعي، ولين كاي بيفتكر كل حاجه حصلت وبيقعد تعبان لفتره وبيفضلوا يحقنوه بالمخدر ده، لكن لين كاي ما اعترفش ان هو ضابط شرطه. فبياخدوه وبنشوف شاي وهي بتغمي عينه وبتوديه المقر الخاص بدابل بيل، وبيبقى مربي اطفال كتير جدا داخل المبنى وبيقعد يلعب معاهم وبيهتم بيهم، وبيبدا دابل بيل انه يثق في لين كاي وبيتفق معاه على كل حاجه وبيبداوا شغل مع بعض. لكن دابل بيل بيعرفه ان هم حقنوه بمخدر في الفتره اللي كان تعبان فيها، ولين كاي جسمه بدا يتاثر ومحتاج ياخد جرعه مخدر تاني علشان الجرعه اللي في جسمه ابتدى مفعولها يروح. فدابل بيل بيديله جرعه علشان ياخدها، لكن لين كاي بيقاوم نفسه وبيرمي المخدر وبيقعد حابس نفسه علشان المخدر يطلع من جسمه، وبيمسك ورقه وبيقعد يكتب فيها وبيكون مش مركز ومحتاج ياخد جرعه تانيه ومش قادر يستحمل، وبيرمي كيس المخدر اللي معاه وبيربط نفسه بحبل الفتره علشان المخدر يطلع من جسمه خالص. وبنلاقي انه بيتهيأ له حاجات غريبه وبيتخيل ان دابل بيل كشفه وبيتكلم معاه، وبيتهيأ له ان جيا قدامه وهو بيكلمه وبيفتكر والدته وبيقعد يعيط. فشاي بتجيله وبتلاقي حالته صعبه جدا وبتقعد تعالجه وبتديله علاج، وبيتخيل ان هي والدته. وبعد كام يوم بيفوق وبيعرف ان هو بيعالج نفسه من الادمان، وبيروح لشاي وبيسالها انت ساعدتيني ليه، فبتطلع الورق اللي هو كان بيرسم عليها خطته وبتديها له، وبتعرف ان هو ضابط شرطه وما رضتش تقول لدابل بيل انها كشفته. بعد كده لين كاي بيروح المصنع اللي بيتم فيه تصنيع الممنوعات وبيكون دابل بيل واثق فيه ووراه المكان اللي بيصنعه جواه الممنوعات. وبنلاحظ ان لين كاي بينزل المدينه ومعاه شاي، وبيكون جيا مراقبه وماشي وراه. فلين كاي بيشاور له ان هو يمشي بالعربيه ويوقف مراقبه ليه. بعدها بياخد شاي وبيروح يقابله جيا وبياخد منه التراخيص اللي هتساعده ان دابل بيل يثق فيه اكتر، وشاي بتساعده علشان يقبض على دابل بيل. بعدها بينفذ اكتر من عمليه لصالح دابل بيل وبينجح فيهم وبيعرف يهرب الفلوس والممنوعات. وبنشوف لين كاي وهو بيقابل جيا وبيكون تعبان وبيلاحظ ان هو بياخد مخدر، فجيا بيقرر يلغي العمليه، لكن لين كاي بيرفض وبيتعصب عليه وبيقول له ان هو لازم يظهر قدامهم انه بيتعاطى مخدرات علشان يفضلوا يثقوا فيه. فلين كاي بيقول له انا قربت اوصل للقائد المسؤول عن دابل بيل، وبيعرفه ان المكان اللي هو موجود فيه دايما متغطي باجهزه تشويش علشان محدش يعرف يكلم الشرطه، والمدينه كلها متحاصره بالحراس ومفيش تليفونات ولا انترنت في المدينه، وبعض الحراس معاهم تليفونات متصله بالقمر الصناعي علشان يتواصلوا مع بعض، وبيعرفوا اسم الجهاز اللي بيستخدمه بيل. فجيا بيقول له ان من 10 سنين لما كان بيحاول يقبض على عصابه كان قائد العصابه دي واحد اسمه ايجل، قال له اثناء لما كنا بنطرده حصل حادثه والعربيه بتاعتنا انفجرت، وبيكون شاكك ان ايجل ده ليه علاقه بدابل بيل، وبيطلب من لين ان هو يعرف مكانهم بالظبط علشان يقبضوا عليهم. بعد كده لين بيرجع لدابل بيل وبيلاقيه عامل احتفال لذكرى موت زوجته، وبياخد لين كاي يقعد معاه
وهو بيقابل التجار الكبار اللي بيشتغلوا مع دابل بيل، وبيعرض عليهم منتج جديد هو عمله. بعدها دابل بيل بيقتل واحد من حراسه علشان شك ان هو بيخونه، ولينكاي بيشوفه وهو بيقتله فبيقلق جدا وبيخاف، وبيروح يقابل دابل بيل وبيطلب منه يوزع المنتج الجديد بتاعهم على التجار. وبياخد لينكاي للسجن وبيوريه واحد مسجون من 10 سنين اسمه زانج، وبيحكي له ان زانج كان ضابط شرطه وتسبب في قتل زوجته وابنه، علشان كده اخده وبيعذبه ومرضيش يقتله، وبيقول له ان هو كان شغال مع ضابط تاني وبيكون قصده على جايا، وان هما بلغوا الشرطه عني وهجموا على المصنع بتاعي، وانا خدت زوجتي علشان اهرب بيها، بس في ضابط اسمه زانج قعد يطاردني ومسكني، لكن لما ضربنا على زانج نار بقى يضربهم بالنار وقتل زوجته. والشرطه مسكت دابل، ووقت ما كانوا ماشيين بيه بيهجم عليهم مجموعه من الحراس وبيقتلوا في الجنود وبيفجروا العربيه، وقلبوا عربيه جيا وزانج ودابل بيل. والحراس خرجوا دابل من العربيه، فامرهم يخرجوا جيا وزانج من العربيه علشان يعذبهم، وبنلاقي ان جيا هرب منهم وزانج هو اللي فضل، وبنعرف بعدين ان دابل هو ايجل اللي كان بيدور عليه زمان، وامر لينكاي يدور على جيا ويجيبه له. بعد كده لينكاي بيسال شاي انت ليه ما سلمتيش الخريطه لايجل، لكنها ما بترضاش ترد عليه وبتفضل تعيط. بعدها بيروحوا يقابلوا الضابط وانج، وبنعرف ان جيا سابه علشان يساعدهم في المهمه، ولينكاي بيطلب منه ان هو يوصله لضابط اسمه جيا، فجيا سمع اسمه وعرف ان ايجل لسه عايش، ولينكاي اصلا بيكون عارف ان جيا سامعهم، فقال له ان زانج لسه عايش لحد دلوقتي، فجيا افتكر كل اللي حصل ومش بيصدق ان زانج لسه عايش، فجيا بيكلم القائد بتاعه وبيقول له ان ايجل لسه عايش هو وزانج، وجيا بيطلب ان هو يسلم نفسه لايجل علشان ينقذ زانج، وقال له انا عندي خطه كويسه جدا اقدر اقبض بيها على ايجل، فالقائد بتاعه بيوافق. بعدها جيا بيروح يقابل لينكاي وبيكلم ايجل، وايجل بيأمره يجي يسلم نفسه ليه مقابل ان هو يسيب زانج يمشي، فجيا بيوافق، لكن جيا بيهجم على لينكاي وبيضربه بالنار وبيرميه من الشباك، فشاي اتفاجئت هو عمل كده ليه على الرغم ان هي عارفه ان هو شغال معاه، وبتاخد جيا وبتمشي، لكن بتكون دي خدعه هم عاملينها على الحراس. ووانج بعد كده بيفقد الاتصال مع جيا لان جهاز التتبع اللي معاه بيفصل اول لما بيوصل لحدود المدينه علشان جهاز التشويش اللي موجود. وشاي بتفتكر لما ايجل قتل والدها ووالدتها، وبنعرف ان هو مش ابوها وهو اللي رباها وخلاها تشتغل معاه في الممنوعات. وفي الوقت ده لينكاي راكب الموتوسيكل وبيحاول يلحقهم قبل ما يقتلوا جيا. بعد كده شاي بتاخد جيا لايجل، وايجل بيجيب له زانج وبيدي لزانج مسدس علشان يقتل جيا، لكن زانج مرضيش وكان هيقتل نفسه بالنار، فالحراس منعته، وايجل ضرب جيا بالنار في رجله وبيؤمر زانج يقتل جيا. وبنشوف انفجار في برج التشويش، ولينكاي هو اللي بيكون عمل الانفجار ده وبيضرب البرج التاني، وجيا وزانج بيقتلوا في الحراس، والشرطه بتعرفوا مكان ايجل، ولينكاي بيضرب نار على الحراس وبيقتل فيهم، وجيا وايجل بيقتلوا بعض وبيعوروا بعض بالخنجر، وجيا بياخد زانج علشان يهربوا، والحراس بتقعد تضرب عليهم نار وبيضربوا كمان على لينكاي، وبيطردوا جيا وزانج علشان يقتلوهم، فبينطوا من فوق المبنى على مبنى تاني، والسقف بيتكسر بيهم وبينزلوا في المبنى، بس جيا بيضرب الحارس اللي بيضرب عليهم نار وبينط من فوق المبنى، فايجل قرر ينزل يقتله، وبيقابل شاي وبيطلب منها تحمي رفات زوجته، ولينكاي بينزل في الشارع بحبل والحراس كلها بتجري ناحيته، فبيجيله زانج وبيخرجوا من البيت وبيقتلوا في الحراس اللي بتقابلهم، فايجل بيضرب عليهم نار فبيستخبوا ورا عربيه وبيقتلوا في الحراس. وبنروح للينكاي وبنلاقي الحراس بتهجم عليه فبيستخبى ورا الحيطه وبيفضل يقتل فيهم، وايجل بيحاصر جيا وزانج وبيفضل يضرب عليهم نار، فلينكاي بيحاول يلاحقهم وبيضرب ايجل في كتفه، لكن بيستمر في الضرب على جيا وزانج. وبنشوف مجموعه من الحراس بيضربوا نار على لينكاي، فجيا وزانج بيدخلوا مبنى يستخبوا فيه، ولينكاي بيجري وراهم وبيأمنهم وبيقتل الحراس اللي جايين وراهم، لكن بيجي مجموعه من الحراس وبيهجموا عليهم فبيضربوا عليهم نار وبيقتلوهم. وبنشوف زانج وهو بيجري علشان يركب العربيه، وايجل بيجي وبيخبطه بالعربيه اللي هو فيها وضرب نار على جيا ولينكاي، ولينكاي بيفضل يضرب عليهم نار والحارس بيحمي ايجل، وجيا بيجري يركب العربيه ولينكاي بيزقها لانها عطلانه، فايجل بيجري بعربيته ولينكاي بينام على الارض، وايجل بيدخل في العربيه فبتشتغل. بعدها لينكاي بيركب الموتوسيكل بسرعه وبيمشي، وايجل بيطارد جيا وزانج، والحراس بتطارد لينكاي، وبيطلع بالموتوسيكل داخل مبنى وبينط بيه من الشباك وبيفجر المبنى بالحراس، وبيدخل مبنى تاني وبيوصل لسطح المبنى ده والحراس بتضرب عليه نار فبيجري منهم، وبنلاقي ان واحد منهم ضرب عليه قذيفه بس مش بتيجي فيه، وبينط بالموتوسيكل المبنى تاني. وبنروح لايجل وبيكون لسه بيطارد في جيا وزانج، ولينكاي بيحاول يوصل لهم بالموتوسيكل وبينط من فوق المبنى وبيقع على الارض وبيجري ورا ايجل علشان يلحقه، وبيضرب على الحراس نار وبيدمر عربيه فيها مجموعه من الحراس، وبيفضل يطارد ايجل وبيطلع على عربيته، فايجل بيحاول يوقعه على الارض وواحد من الحراس بيضرب عليه نار، لكن لينكاي بيقتل الحارس، وايجل بيفضل يموج بالعربيه يمين وشمال علشان يوقعه على الارض. ولما بينزل لينكاي على الارض
فايجل بيبقى زنقه بين الحيطه والعربيه ونزل علشان يقتله، وبيكون جاي خبط فيه بالعربيه ووقعه على الارض ونزل يركب العربيه علشان يخرج لينكاي. بس للاسف مجموعه من الحراس بيضربوا عليه نار على كتفه وبيوقفوا العربيه في وسط الشارع وبيخلوا لينكاي ياخد زنج وبيمشي بيها، وبيفضل هو لوحده وبيقتل في الحراس، لكن بيدخلوا فيه بالعربيه وبيوقعوا على الارض. وفي الوقت ده القوات بتتحرك ناحيه المدينه، وبعدها بنروح للينكاي ومجموعه من الحراس لسه بتطرده فبيقلبهم بالعربيه، فبيدوس العربيه اللي في طريقه وبيعدي من الحراس. بعدها جايا وايجل بيزحفوا علشان يوصلوا للبندقيه اللي موجوده على الارض، وايجل بيوصل لهم وبيضربوا في رجله، لكن شاي بتوصل وبتمنعه يقتل جايا فبيضربها بالنار وبيوقع منها علبه تروفات زوجته، فجايا بيهجم عليه وبيضربه بالسكينه وبيموته. وشاي بتفتكر بعدها لما قتل عيلتها وبتموت هي وجايا. وبنرجع تاني للينكاي والحراس لسه بتطرده وبيحاول يهرب منهم، وبيشوف الطياره بتضرب لهم طلقه اشاره علشان يوصلوا لها، والطياره بتنزل جنودها بسرعه، ولينكاي وزانج بيقعوا بالعربيه في النهر، ولينكاي بيخرج بالعربيه هو وزانج، والجنود بتوصل لهم وبتنقذهم. وبكده الشرطه بتقدر ان هي تقضي على اكبر تاجر للممنوعات في الصين كلها، وبعدها الشرطه بتكرم جايا بعد ما مات، ولينكاي وزانج بيبقوا زعلانين جدا على موته، ورئيس الشرطه بيكرم لينكاي، وبيخلص فيلمنا على كده.